الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن نسبة 80% من القطاع الخاص في العراق غير فاعلة بسبب الفساد وانعدام الدعم وعدم وجود حماية كافية للمنتج المحلي. وأوضح الخبراء أن العراق يستورد المواد الغذائية من الخارج، فيما تبقى الحكومة عاجزة عن معالجة مشكلة انهيار القطاع الخاص وتوفير مفردات البطاقة التموينية، مشيرين إلى أن مستويات الدخل لدى الطبقة الفقيرة والمتوسطة في العراق لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. وألفتوا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بنسبة تجاوزت 25% في العام 2020، لترتفع النسبة اليوم إلى أرقام أكبر بكثير بعد المشاكل الاقتصادية والتقلبات المالية التي يشهدها السوق. أقرت مصادر برلمانية بأن قانون الاستثمار في العراق لم يأتي بنتائج إيجابية على أرض الواقع، وأنه اقتصر في معظمه على إنشاء المولات والمجمعات السكنية باهظة الثمن. وأوضحت المصادر أن العشوائيات وعدم التخطيط هي السمة الأساس لانتشار مراكز التسوق والمجمعات السكنية، مشيرة إلى أن أغلب المجمعات السكنية الاستثمارية في العراق وخصوصا بغداد باهظة الثمن، لم يستفد منها المواطن البسيط. يذكر أن غالبية الشركات التي أحيلت عليها المشاريع كانت تابعة لأحزاب سياسية أو مدعومة من جهات متنفذة أو مرتبطة بمسؤولين في الحكومة، لذا لم تخضع للتقييم الفني ولا حتى القانوني. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34 مليار و447 مليون دولار في شهر آذار، مقابل 34 مليار و352 مليون دولار في شهر شباط الماضي. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار. وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق تمويل لمدة عامين مع المغرب بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي. وقال النقد إن خط الائتمان مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وأن المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياسته وأطر سياساته المؤسساتية وأساسياته الاقتصادية القوية، مضيفا أن الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والمغرب سيعزز الاحتياطات الوقائية الخارجية للمغرب ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت. انخفضت أسعار النفط بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% لتصل إلى 84 دولار و25 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9% لتصل إلى 79 دولارا و88 سنتا للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من 5.5% هذا الأسبوع، ليتجه صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن أعلنت مجموعة أوبك بلس عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.